يقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آذيت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن. اللهم لك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وابتلاوة كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميته بعلمك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار على الوجه الذي يرضيك عنا، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم قائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم لقائك. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه.